السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار من شيعة ويفز. نبدأها بأهم العناوين. المسلمون في مختلف أرجاء العالم يحيون ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام ويستذكرون سيرته وتضحياته الجليلة. المرجع وحيد الخراساني يشدد على أهمية إقامة الشعائر الحسينية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل تفشي جائحة كورونا. والسعودية تكشف عن إجراءات مشددة للحج هذا العام لضمان سلامة الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفصيلات الأخبار. أحيا أتباع أهل البيت عليهم السلام في مختلف أرجاء العالم ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام مستذكرين سيرته الطاهرة وتضحياته الكبيرة في سبيل الإسلام. وشهدت العتبات المقدسة في العراق وسوريا وإيران نشر رايات الحزن السوداء وإقامة مجالس العزاء لاستذكار مصاب الإمام الجواد عليه السلام، فيما احتضنت المراكز والمساجد والحسينيات في مختلف البلدان الإسلامية وغير الإسلامية الجموع المؤمنة التي أحيت الذكرى وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما سلط خطباء المنابر الضوء على سيرة حياة الإمام الجواد عليه السلام وتضحياته الجليلة في سبيل نشر الإسلام المحمدي الأصيل وما تعرض له من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام. هذا وأحيا بيت المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي في مدينة قم المقدسة الذكرى الأليمة بإقامة مجالس العزاء ومشاركة العديد من الشخصيات الدينية وجموع من أتباع أهل البيت عليهم السلام. شدد المرجع الديني سماحة آية الله الشيخ الوحيد الخراساني على ضرورة إقامة الشعائر الحسينية مع مراعاة الجوانب الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا. وجاء في استفتاء موجه إلى المرجع الوحيد الخراساني: ما هي الوظيفة في أيام المحرم الحرام بالنسبة لإقامة ذكرى سيد الشهداء وسائر مناسبات أهل البيت عليهم السلام في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا؟ وأجاب سماحته بأنه يلزم ألا تعطل إقامة شعائر أهل البيت عليهم السلام وخصوصا ذكرى عزاء سيد الشهداء عليه السلام، ولكن مع مراعاة الجهات الصحية وما ينصح به أهل الاختصاص. أعلنت أمانة بغداد عن إعداد خطة خدمية خاصة باستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. وقالت الأمانة في بيان لها إن دائرة بلدية الكاظمية أعدت لهذه السنة خطة خدمية تختلف عن السنوات السابقة، تتضمن تكثيف حملات التعقيم لا سيما في المنطقة المحيطة بصحن الإمامين الجوادين عليهما السلام، بالإضافة إلى تعقيم وغسل مستمر لمسارات الزائرين القاصدين للزيارة مع إجراء حملات توعوية وتثقيفية مكثفة في كيفية التباعد الاجتماعي والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم تهيئة جهد مضاعف لمواكبة رفع النفايات ونقلها خارج المدينة بشكل دؤوب ومستمر. أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بمقتل 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شمال شرقي سامراء. قال المصدر إن قوات الأمن وخلال عمليات نوعية تمكنت من قتل 4 إرهابيين في منطقة سور شناس شمال شرقي سامراء، مضيفا أن قوات مشتركة من الشرطة والجيش وخلال عمليات أخرى قصفت جزرات في نهر دجلة شمال سامراء لوجود أوكار ومخائب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في تلك الجزرات، مؤكدا اعتقال 7 إرهابيين ضمن عمليات تفتيش واسعة في قواطع قيادة عمليات سامراء، إلى جانب اعتقال 24 آخرين بتهم أخرى خلال أسبوع، بالإضافة إلى تسيير دوريات نهرية في نهر دجلة لتمشيط وتفتيش القواطع المشتركة في صلاح الدين وملاحقة أي تحركات لعناصر داعش الإرهابية. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن أن القوات الأمنية اعتقلت 4 إرهابيين في محيط قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين. وذكر رسول في بيان له
إن قوة من استخبارات اللواء الثالث في فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محيط قضاء طوس خورماتو، مضيفا أن الإرهابيين مطلوبون وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة. كشف قائد قوات أمن الحج في السعودية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال أداء مناسك الحج هذا العام، وبحسب الفضائية السعودية فقد أفاد المسؤول السعودي بأن عدد الحجاج لهذا العام سيكون محدودا وأنه لن يسمح بدخول المشاعر دون تصريح، مؤكدا فرض عقوبات على المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مشددة اتخذتها السلطات بهدف ضمان سلامة وأمن الحجاج في ظل تفشي جائحة كورونا. ونقلت القناة عن شرطة الطائف إقامة نقاط ضبط أمنية لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة، مؤكدة تفعيل مراكز الضبط الأمني حول العاصمة. أعلنت مصادر أمنية أفغانية عن مقتل 13 على الأقل من أفراد قوات الأمن وإصابة 10 آخرين في هجمات شنتها عناصر لحركة طالبان الإرهابية في إقليم قندوز شمال البلاد، موضحة أن الهجوم تسبب بمقتل 9 على الأقل من أفراد الشرطة وأربعة جنود، إلى جانب إصابة 10 آخرين عندما هاجمت عناصر طالبان الإرهابية نقاط تفتيش أمنية في مدينة قندوز، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجوم بعد اشتباكات استغرقت 3 ساعات، مضيفة أن الاشتباكات أوقعت قتلى وجرحى بين صفوف حركة طالبان الإرهابية. الخبر الأخير، تبحث الشرطة البريطانية منع استخدام مصطلحات الإرهاب الإسلامي والجهاد عند توصيف الهجمات الإرهابية التي ترتكب من قبل أشخاص إسلاميين على خلفية الدلالات السلبية التي تعكسها المصطلحات على المسلمين ككل. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب نيل باسو ناقش هذا الطرح في فعالية عبر الإنترنت في يونيو حزيران الماضي، حضرها أكثر من 70 ناجيا من هجمات إرهابية متعددة وأقارب الضحايا وغيرهم من الخبراء والأكاديميين، مقترحا بأن يتم وصف الإرهابيين الذين وقفوا وراء تفجير مترو أنفاق لندن عام 2005 بأتباع أيديولوجية أسامة بن لادن. مشاهدينا، نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. المسلمون في مختلف أرجاء العالم يحيون ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام ويستذكرون سيرته وتضحياته الجليلة. المرجع وحيد الخراساني يشدد على أهمية إقامة الشعائر الحسينية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل تفشي جائحة كورونا. والسعودية تكشف عن إجراءات مشددة للحج هذا العام لضمان سلامة الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء. اللهم عجل وليك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.